Guten Tag, meine Schüler und meine Schülerinnen. Wir sprechen heute über den Text auf Seite 27 im Booklet. Yani احنا نتكلم النهارده ان شاء الله عن تكست موجوده في Seite 27 صفحه 27 في البوكلت. Unsere Wohnung, يعني الشقه بتاعتنا. Mein Name ist Anna, اسمي Anna. Ich komme aus Berlin, aber jetzt wohne ich mit meiner Familie in München. Denn mein Vater hat dort einen neuen Job. يعني أنا جاية من مدينة برلين ولكن دلوقتي ساكنة مع عائلتي في مدينة ميونخ لأن والدي عنده هناك وظيفة جديدة. In München haben wir eine neue Wohnung. عندنا شقة جديدة. Sie ist groß, كبيرة. Unsere neue Wohnung, شقتنا الجديدة, hat vier Schlafzimmer. فيها أربع غرف نوم. Sie hat auch eine Küche, فيها مطبخ. Und ein Badezimmer, اللي هو الحمام. Jedes Zimmer, كل غرفة, hat ein Bett, فيها سرير, einen Schrank, دولاب, und einen Spiegel, اللي هي المراية. Mein Zimmer ist aber etwas anders. Etwas anderes, يعني الأوضة بتاعتي بتكون مختلفة شوية. Es hat einen Schreibtisch, يعني فيها مكتب, und einen Computer, an der Wand, an der Wand, يعني على الحيطة, hängt, يعني متعلق, auch ein Poster von Messi. يعني في بوستر متعلق لميسي. In der Küche, في المطبخ, gibt es يوجد einen Kühlschrank, في تلاجة, und einen Tisch, وترابيزة. Die Wohnung, الشقة, hat auch ein großes Wohnzimmer. الشقة بتاعتنا فيها أيضا أوضة أو غرفة للمعيشة ومساحتها كبيرة. Im Wohnzimmer gibt es einen großen Esstisch. يعني في غرفة المعيشة بيوجد ترابيزة للأكل كبيرة. Auf dem Balkon, في البلكونة, kann man am Abend sitzen. الواحد يقدر يقعد في فترة المساء. Und das frische und die frische Luft, احنا هنصلح بس das, هنخليها die. دي فريشة لوفت جنيسن جنيسن يعني انجوي بنستمتع بيه الهواء الفريش او الهواء الكويس يعني او الهواء الجيد او النقي und تي ترينكن وبنشرب الشاي am Wochenende في الويك اند hat die ganze Familie العيلة كلها فراي العيلة كلها بيكون عندها وقت فراغ da können wir die Wohnung zusammen aufräumen. نقدر كلنا zusammen يعني مع بعض aufräumen يعني نروق أو نرتب الشقة بتاعتنا. Jeder von uns, كل واحد مننا muss sein Zimmer aufräumen. لازم يروق الأوضة بتاعته. Ich helfe meiner Mutter immer. أنا بساعد والدتي دايما by their Hausarbeit. في شغل البيت. Denn Das finde ich sehr interessant, لأن أنا شايفة إن ده حاجة شيقة. Beantworte die folgenden Fragen, يعني جاوب على الأسئلة التالية. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? يا ترى الشقة فيها كام Zimmer؟ لما نيجي نبص كده فوق هنلاقي إن فيها 5 Zimmer. يبقى sie hat 5 Zimmer. فيها أربع غرف نوم وغرفة الفونتسيما. Was gibt es in der Küche? يا ترى إيه اللي موجود في المطبخ؟ هنلاقي اللي موجود في المطبخ in der Küche gibt es einen Kühlschrank und einen Tisch. في تلاجة وفي ترابيزة. في بعد كده Warum ist die Familie in München? يا ترى ليه العيلة موجودة في مدينة ميونخ. لما نيجي نبص في التكست فوق هنلاقي Denn der Vater hat dort
einen neuen Job, لأن الأب هناك عنده وظيفة جديدة. Nummer 4. Was hat jedes Zimmer? كل أوضة يا ترى كان فيها إيه؟ كل أوضة هنلاقي إن كان فيها jedes Zimmer hat ein Bett, فيها سرير, einen Schrank يعني دولاب, und einen Spiegel يعني فيها مراية. Wie ist Annas Zimmer? يا ترى الأوضة بتاعت أنا كانت عاملة إزاي؟ هنلاقي إن الأوضة بتاعتها mein Zimmer ist aber etwas anderes يعني مختلفة شوية. Es hat Schreibtisch und einen Computer an der Wand يعني على الحيطة. Hängt auch متعلق أيضا ein Poster von Messi. Was macht die Familie am Wochenende? يا ترى العيلة كانت بتعمل إيه في الويك إند؟ لما نيجي نبص في التكست كده هنلاقي بتقول Am Wochenende hat die ganze Familie frei. العيلة كلها بتكون فاضية. فبالتالي da können بيقدروا هم في الوقت ده إن هم يعملوا إيه؟ Die Wohnung aufräumen أو الزيمة aufräumen. شخصية أنا بتقول ich helfe meiner Mutter أنا بساعد والدتي bei der Hausarbeit. Denn das finde ich sehr interessant. يعني شايفة إن دي حاجة لطيفة أو حاجة شيقة إن هي بتساعد والدتها في شغل البيت. طيب نمرة 7. Was macht Anna am Abend? Anna بتعمل إيه في فترة المساء؟ هنلاقي إن هي كانت بتتكلم عن البالكون بتاعها. Auf dem Balkon kann sie am Abend sitzen. تقدر تقعد في البلكونة. Und das أو دي frische Luft يعني الهواء الطلق يعني genießen يعني بتستمتع بيه. Und trinken وبتشرب الشاي. Warum hilft Anna لما by the housearbeit؟ ليه دايما بتساعد في شغل البيت؟ زي ما قلنا من شوية لأن هي شايفاها إن دي حاجة شيقة بالنسبة لها إنها تساعد في شغل البيت. ده كده بالنسبة للتكست اللي موجودة في سايت 27. بعد كده عندي في سايت 28 بتتكلم عن التاج سيتواسيون اللي هي المواقف اليومية. أول سيتواسيون أول موقف عندي Das Haus ist sehr teuer يعني البيت بيكون غالي جدا. أكيد طبعا معناها Das Haus ist nicht billig إن البيت ده إيه مش هيكون رخيص. طبعا الباقي Das Haus ist schön يعني البيت جميل ولا الهاوس نيشت مودرن طبعا ملهوش علاقة بيتكلم على السعر. Ein Freund fragt صديق بيسأل Wie viele Zimmer hast du؟ يا ترى عندك كم غرفة؟ فأكيد طبعا هقول له Ein Schlafzimmer und Wohnzimmer يعني عندي أوضة للنوم وأوضة للليفنج اللي هي المعيشة. طبعا مش هقول له إن الشقة بتاعتي غالية ولا هقول له إن الأوضة بتاعتي كبيرة. هو بيسألني كم عدد الغرف. نمرة 3 دو فراجست ناخ أنت بتسأل عن فون أورت. فون أورت اللي هو مكان السكن. مكان السكن. يا ترى هتسأل عن مكان السكن تقول إيه؟ يبقى كده تقول في إيست داينه أدرس. إيه هو العنوان بتاعك؟ نمرة 4 Dein Freund sagt, صديقك بيقول Ich brauche ein Zimmer für eine Woche. أنا محتاج أوضة لمدة أسبوع. يبقى أكيد هو محتاج أوضة يعني رايح بيدور على أوضة. طالما بيدور على أوضة يبقى حاجة اسمها ميتن. ميتن ده يعني معايا فلوس ورايح عشان أدفع الفلوس دي واخد شقة أقعد فيها. يبقى ده اسمه ميتن. موشت أين Zimmer ميتن يعني أنا معايا فلوس وبدور على إيه؟ على شقة عشان أستأجرها وأقعد فيها. طب صاحب الشقة اللي هيدهاني بيعمل حاجة اسمها فرميتن. فرميتن يعني بيأجرها لي يعني بيدهاني عشان أسكن فيها. طيب اللي بعده دي نوية فونونج جفلت دي الشقة الجديدة عجبك؟
يبقى اكيد هشكر فيها او هقول الصفات الايجابيه. يبقى هقول طبعا ان دي فونونج ايست جروس اند هيل، يعني ان الشقه بتكون كبيره وهيل، يعني مضيئه والوانها فاتحه. دو براوخست اين مبليرت سيما ان كايو، انت محتاج اوضه او غرفه تكون مفروشه فيها اساس يعني او عفش عشان تسكن فيها في منطقه او مدينه القاهره. يبقى اكيد هقول ايش براوخ اينه فونونج ان كايو، انا محتاج شقه في مدينه القاهره. تمام. طيب وفي برضو عندنا بيم ايش زوخ اين مبليرت سيما ان كايرو، انا ببحث عن غرفه او اوضه يكون فيها عفش او اساس في القاهره. ولا ايش فيل اين فول مبليرت سيما فيرميتن، احنا اتفقنا من شويه ان فيرميتن ده الشخص صاحب الشقه هو اللي هيدهاني. يبقى طبعا هنا طبعا بيقول لي في الاول ان انا اللي بدور، انا اللي بدور، يبقى اكيد طبعا الانتفورت بتاعتي هتبقى بي سي. اوعى اتلخبط ما بين بي وسي، هو بيقول لي انت بتدور على غرفه فيها عفش او فيها اساس، انما سي بيقول لي انت بتدور على شقه، يبقى هنا الانتفورت الصح عندي هتبقى بي. ده كده بالنسبه لي الجزء الخاص بالالتاج سيتواتسيون. بعد كده عندي في زايت 29 بتتكلم عن اوفزاتس، والاوفزاتس موجود عندي بيقول لي شرايب تسين زيتس، اكتب 10 جمل. ولما نيجي نبص على الاوفزاتس اللي انا هكتبه هلاقي جايبين اوفزاتس زيه مكتوب اهو بالشكل اللي قدامنا ده، بس عباره عن زيتس، عباره عن جمل، وفي عندي فيلند فورتر يعني في كلمات ناقصه، والكلمات دي موجودة في الأوس فيلن فوق، موجودة في الاختيارات فوق. يبقى المطلوب مني أفهم الكلمات كويس وأفهم الجمل كويس وأبدأ أختار الإجابات الصح. نوما أينس أو الجملة الأولى بتقول إيش بونكت إن كايرو، يبقى أكيد طبعا هقول إيش فوني، أنا ساكن في كايرو. ماين فونونج شقتي إست إم دريتن، شقتي بتكون عايز أقول في الدور الثالث. يبقى ام دريتن شتوك، شتوك اللي هو الطابق او الدور. زي هات دراي يعني الشقه بتاعتي فيها ثلاث ايه، اكيد هقول ثلاث غرف اللي هي تسيما. اين كوشه مطبخ اند اين باد اللي هو الحمام، يبقى شقتي فيها ثلاث غرف وحمام ومطبخ. الي تسيما كل الغرف، عايز اقول زيند جروس und hell يعني بتكون مساحتها كبيرة وألوانها فاتحة أو مضيئة، يبقى هنا هختار زيند. داس باد اللي هو الحمام und دي بونكت زيند زير زاوبر، بيكونوا نضاف جدا، أكيد بقول الحمام والإيه؟ أكيد والمطبخ اللي هو دي كوشه. إم بونكت زيتسن فيا، بنقعد فين؟ أكيد بنقعد في الفونت سيما اللي هي غرفة المعيشة. und sehen Fernsehen ونتفرج على التلفزيون. im Punkt essen wir، يا ترى هناكل فين؟ أكيد عندنا اللي هي الاس سيما يعني في غرفة الطعام بناكل الوجبات بتاعتنا. der Balkon اللي هي البلكونة، هنقول hat viele بلومن يعني البلكونة فيها زهور كتير أو ورد كتير. إير إيست يعني البلكونة بتكون زير، أكيد البلكونة بتكون إيه؟ زير جروس يعني البلكونة دي كبيرة جدا. دي بونكت زيند زير شيك أند مودرن، أكيد هنا بيتكلم على الموبل، الموبل اللي هي الإيه؟ الموبيليا، الموبيليا بتكون شيك و مودرن يعني حديثة. ماينه فونونج الشقة بتاعتي ist sehr schön، الشقة بتاعتي بتكون جميلة جدا. يبقى احنا هنذاكر الأوفزاتس ده كويس جدا، وبعد ما نذاكره نجرب نكتب العشر جمل دول هنا في البونكت
ونبدأ نصحح لنفسنا الجمل اللي احنا غلطنا فيها. خلي بالنا طبعا تكوين الجملة بنبدأ بالسوبجكت اللي هو السبجكت، بعد كده نحط الفيرب، ونخلي بالنا ان الفيرب يكون متصرف صح. نخلي بالنا ان بداية الجملة لازم تكون جروس مكتوبة كابيتال، واي نومن عندنا اي اسم عندنا لازم يتكتب جروس. يبقى دي الحاجات اللي نخلي بالنا منها واحنا بنكتب او بنحل الاوفزاتس بتاعنا. ده كده بالنسبه للجزء الخاص بالاوفزاتس. بعد كده عندي الايميل في زايته درايسش. زي ما اتفقنا قبل كده واحنا بنحل في الايميل، اول حاجه بنعملها ان احنا لازم نعكس الاسامي. هنا مثلا عندي هاي ساره ودينا، يبقى نعكس نقول هاي دينا. تمام، ده كده بدأنا نعكس الأسامي. طيب دينا بقى سألتها قالت لها إيه؟ قالت لها في جيتس ديا، كيف حالك؟ اتفقنا قبل كده لما نيجي نجاوب على سؤال في جيتس لازم نجاوب بالشكل ده، أقول اس جيت ميا جوت، يعني صحتي كويسة. هاست دو أينه بريف فريندين، يا ترى عندك بن فريند، عندك صديقة بترسليها؟ أكيد طبعا الأسهل بالنسبة لي إن أنا أقول يا إيش هاب أينه بريف فريندين. أيوة أنا عندي إيه، صديقة بتم المراسلة معاها. طيب سألتها بعد كده سؤال تاني، قالت لها في هايست زي، يا ترى اسمها إيه؟ أكيد هتقول مثلا زي هايست. تمام، هي اسمها، بقول اي اسم بنت انا عارفاها، اي اسم مش شرط يعني اسم معين، بقول مثلا اسمها بترا، اسمها بترا، ده مثلا اسمها. طيب بعد كده سألتها وقالت لها فو فونت اير، فو فونت اير، هنا بس هنخليها اير دي هنعدلها، هنخليها زي لان احنا بنتكلم طبعا على بنت، يبقى بالتالي فو فونت زي، يا ترى هي ساكنة فين؟ فأقول لها مثلا زي فونت، يعني هي ساكنة مثلا ان برلين، ساكنة في برلين. وطبعا ما ننساش ان احنا يفضل يعني ان انا اختم الايميل بتاعي ان انا اقول ايه؟ تشوس، اللي هي باي باي، بنحط طبعا العلامة بتاعتنا، وبعد كده بحط الاسم اللي احنا بنتكلم معاه اللي هي الشخصية اللي هي اسمها سارة. ده كده ازاي اجاوب على سؤال الايميل. طيب نشوف كده الايميل التاني اللي عندي، برضو اول حاجة زي ما اتفقنا هنعكس الاسماء. يبقى انا هنا برضو عندي هاي دينا، دي اللي احنا هنبعت لها، بتقول لها في هايست داين جفستا، في هايست داين جفستا، يعني اختك اسمها ايه؟ فهقول زي هي هايست، هايست يعني تسمى او تدعى، وبرضو اقول اي اسم انا عايزه، ممكن اقول زي هايست سلمى، هي اسمها سلمى. طب است زي فهيراتت، يا ترى هي متجوزه؟ انا عايز اعرف هي متجوزه ولا لا. طب اكمل بقيه السؤال، في فيلا كيندا هات زي، عندها كم طفل؟ يبقى واضح ان هي متجوزه ولا مش متجوزه، يبقى يفضل ان انا اجاوب اقول انها متجوزه، يبقى هقول يا زي ايست، وبعد كده احط الادجكتيف اللي هي فهيراتت، يعني هي بتكون متجوزه. طيب في فيلا كيندا هات زي، عندها كم طفل؟ ممكن أقول مثلا زي هات زفاي كيندا، يعني هي عندها طفلين. طيب فو فونت زي، هي ساكنة فين؟ ممكن أقول زي فونت إن هرم، يعني هي مثلا ساكنة في الهرم أو ساكنة في المعادي مثلا، أي مكان أنا عايزه. وطبعا برضو زي ما اتفقنا فوق ما ننساش ان احنا نختم سؤال الايميل بكلمة choose، وبعد كده بنحط اسم الشخص اللي احنا
اللي هو بيبعت الرسالة. طبعا الشخص هنا عندنا طبعا اللي هي سارة. ده كده ازاي اجاوب على سؤال الايميل، ازاي اتعامل مع سؤال الاوف ذاتس، ازاي اتعامل مع سؤال الالتاج سيتواتسيونن اللي هي المواقف، ازاي نتعامل مع سؤال التكست. فيلن دانك.